شفت كي تدخل لدارتك قبل ما انت كتسيقها من بعد تنوض تعيط عليك خاش دخلت بصباطك. بون كلش راه طبيعي، بصح نهار اللي تجي موراك فروطوار عارف بلي مصابه بالاتاكسوفوبيا. الاتاكسوفوبيا هي فوبيا النظافه والخوف الشديد من عدم الترتيب، وطبعا معظم الامهات مصابين به. مثلا انا ما كنت تشوفني مريحه قا شوي تقول لي نوضي نوضي داك الحيط بدلي له بلاصتو، يا تيلو كان تصيب برج بيزا المائل تروح تسويه. المهم تشوف كلش مرتب وطبعا ما تشوفنيش انا مريحه. هذه ماشي الاتاكسوفوبيا، هذه السكارافوبيا. اسباب الاصابه بهذه الفوبيا هو انه مثلا الشخص يوالف يعيش فتره طويله وحده وين يوالف نظام خاص به وما يشتي حتى واحد يخرب فيه، ولا وين تقضي فتره طويله في المنزل حتى توالف وتحسوا هاك وليدك لازم تتهلا فيه. وللاسف الامهات هم الاكثر عرضه للاصابه بالاتاكسوفوبيا لخاطر يبذلوا مجهود كبير في العنايه بالمنزل فتصاب بهذه الحاله كتطور لهذا المجهود. واللي تزيد كاريزما اكثر كي تشرب الماء وما ترجعش القرعه للفريجيدير. ودورك نروحوا لعلامات الاصابه بالاتاكسوفوبيا. اولا اعاده تنظيف وتنظيم المكان اللي متواجدين به اكثر من 3 مرات في اليوم. ثانيا اي حاجه تشوفها مش مريقله قدامك تاكل كيدك باه تسويها، يا لو كان الكول تاع هذاك اللي راكب قدامك في البيت. ثالثا الاصابه بنوبه هلع شديده اذا شفت واحد توشى حاجه وما رجعهاش بلاصتها. إلخ. روحوا للعلاج. الحل الامثل للاتاكسوفوبيا هو العلاج السلوكي المعرفي CBT، معناها نحطوا المصاب بسلبيه الشاهدية وسلبيه الخوف نتاعو، ثم راح يطيح في صحته مخيلق. وكاين حل اخر اللي هو استراتيجيات الاسترخاء، يا تلقاي له شوي خلي جسمك يرتاح. في الاخير فلاك تهضر مع يمك وهي تسيق وما تسقسينيش عليها. قلنا ما تهضرش معاك تعود تسيق.